التسبحة مع العمل. ومع كل ذلك لم أكن أشعر بالتعب إطلاقا، وركبتاي في آخر اليوم تكون سائبة وأمشي أجر فيها وأنا أسبح، وعند الفجر كنت أسبح مع المسبحين أيضا، وأظل أهلل وأسبح وأنا خارج من الكنيسة، وأظل سكرانا هكذا بالتسبحة حتى آخر ربع، ثم أستريح قليلا وأقوم للعمل مرة أخرى. ففي الحقيقة يا إخوة، أن الحب الإلهي إذ دخل في قلب إنسان غيره وحوله، وهذا هو سر الطريق وسر النصرة لكم وسر الغلبة وسر وحدتكم وسر العزاء الذي لا يفرغ أبداً.